حياكم الله مجددا في أهلا. وافق مجلس الوزراء على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة، حيث سيكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها. كما تشكل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجنة باسم لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها من ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة المنتجات وممثل أو أكثر من القطاع الخاص، ويصدر بتسمية تلك الجهات قرار من وزير التجارة، وتبلغ الوزارة كل جهة ممثلة في اللجنة بالقرار لتسمية ممثلها. واحد من الأنظمة المهمة اللي اليوم راح نتحدث عن تفاصيل هذا النظام مع من؟ مع ضيفي الكريم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. قبل ما أعرف فيه، بس خلوني أقول كلمة حق وعدل وإنصاف في حق الهيئة السعودية للمواصفات والجودة. أولا، ما تقدمه على أرض الواقع يستحق التحية. ثانيا، هذا الجسر المتين والجميل في التواصل الإعلامي ما بين الهيئة وما بين الجهات الإعلامية، نحن في أهلا نشكره لهم كثيرا في أكثر من مناسبة، في أكثر من موضوع، في أكثر من حوار، كانوا شركاء معنا وهذا يعنينا الكثير. اسمحوا لي أرحب بضيف الكريم هنا في الاستديو، المهندس سعود العسكر، وهو نائب محافظ المواصفات السعودية للمطابقة والعمليات. مهندس، مساء الخير، شكرا لقبولك الدعوة. الله حياكم، حياكم الله. أنا سعيد أني أحاورك. أولا، الهيئة متواصلين معنا دائما، وثانيا أنت رجل ثري جدا بمعلوماتك في هذا الشأن. هذا النظام اليوم وصدور هذا النظام ماذا يعني؟ هذا النظام أنا أعتبره من أهم الأنظمة في البنية التشريعية للمملكة العربية السعودية، ويلاحظ كل من يتابع التحرك الثري في المملكة العربية السعودية وتغير الذي يطرأ في اقتصادها وفي منظومتها الاجتماعية والبنية التحتية، يجد أن هناك تشريعات تصدر تتوالى، ويمكن اليوم صدر نظام تعديل المعادن الثمينة من مجلس الوزراء. هذا دليل أن هناك تعديل كبير على البنية التشريعية. ومن أهم هذه الأنظمة التي تمس سلامة المنتجات وسلامة المستهلك هي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة. نعم. وقريبا بإذنه تعالى سيصدر نظام حماية المستهلك. حماية المستهلك، المستهلك من خلال وزارة التجارة. بيصدر النظام وبكل المواصفات دور في الموضوع، نكون جزء من المنظومة، لأن سلامة المنتجات هو مكمل لحماية المستهلك. جميل. مهندس، احنا نقول سلامة المنتجات إلى درجة أنه هذا التعبير صار في ذهن الناس كلهم، بس وش هي المنتجات اللي نقصدها بالضبط واللي يشملها هذا النظام؟ نظام سلامة المنتجات هو يخص المنتجات الاستهلاكية. نعرف أن المنتجات الأخرى اللي هي المنتجات الدوائية، المنتجات الغذائية، مستحضرات التجميل، المستحضرات الصيدلانية، الأجهزة الطبية، كلها تحت مسؤولية هيئة الغذاء والدواء، وكلها لديها أنظمة في نظام الغذاء، في نظام الدواء، نظام مستحضرات التجميل، نظام الأجهزة الطبية، فكلها مغطاة بأنظمة. بقي المنتجات الاستهلاكية، فبحمد الله صدر هذا النظام ليغطي منظومة جميع المنتجات المعروضة للسوق. يعني احنا نتكلم عن كل المنتجات ما عدا الغذاء والدواء. الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل ومستحضرات تبع هذا النظام. طيب، خارج النظام هذه. اي، هذه خارج النظام، الباقي كلها تبع النظام. الباقي تحت هذا النظام. طيب، النظام هذا ايش اهم العناصر اللي فيه اللي تؤكد على سلامة المنتج وتميز ما بين منتج سليم وغير سليم؟ ممتاز. انت بدأت في حديثك تقول نسمع سلامة المنتجات. سلامة المنتجات هذه يعتبر من اهم مقومات التغيير التي قادتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لتغيير ثقافة المجتمع من منتج مطابق للمواصفة إلى منتج سليم وآمن. وهذا هناك فرق كبير بين الاثنين. المنتج المطابق ممكن نقول عدم وجود بيان صغير يعتبر غير مطابق للمواصفة، لكنه ممكن يكون سليم. إن الآن نتكلم عن سلامة المنتج، غير المؤثر على الصحة، غير المؤثر على السلامة، غير المؤثر على البيئة. واضح. وهذا هدف النظام، تغيير
الفكر وتغيير المنظومة، سواء منظومة حوكمة المنتجات أو منظومة المنظومة المجتمعية بالنظر إلى المنتج، هل هو سليم أم لا؟ يعني اليوم مطلوب أن يكون عندنا المنتج سليم ومطابق ولا سليم وبس؟ ممكن يكون سليم وغير مطابق، لكن النظام سمح بعمليات تصحيحية وليست عمليات جنائية، وهذا هو الفرق. كان سابقا غير المطابق ومع أنه سليم ممكن يكون في عقوبة جنائية، الآن لا، ممكن يكون إذا كان سليم تصير العقوبات إدارية ويعطى التاجر يعطى المشغل الاقتصادي فرصة للتصحيح، العملية التصحيحية، وبالتالي نساعد ونحفز جميع المنتمين للمنظومة، منظومة توريد المنتج، أنه يكون يساعد في إيجاد المنتج السليم، لأنه ما عاد يخشى أن يطبق عليه عقوبة جنائية وهي عقوبات وهي أخطاء إدارية. الأولوية أن يكون سليم ولا مطابق؟ الأولية السلامة والأمان. طيب عشان برضو نشرحها أكثر للناس وما يصير فيها لبس، يعني اليوم إذا صار عندي منتج أنا الأولوية فيه أني الأمان. أشوف سلامة المنتج الصحية البيئية من كل الجوانب، تمام؟ بعدين أشوف إذا كان مطابق خلاص يأخذ الأوكي، إذا ما هو مطابق إيش يقر عليه؟ هناك عشان ندخل في العمق الفني لابد أن نعرف للمجتمع ما هو المنتج الآمن وما هو المنتج غير الآمن، وهذا أحد أهم عناصر هذا النظام. طيب عرف النظام ما هو المنتج الآمن. المنتج الآمن هو كل ما يحقق المتطلبات الأساسية لسلامة المنتج، وهي أن يكون آمنا للاستخدام، سليما وغير مضر بالصحة، وصديق للبيئة. حلو. إذا كان هذه العناصر متوفرة، وكيف نعلم أنها متوفرة؟ بالمتطلبات الأساسية اللي تحددها لوائحنا الفنية وتحددها المواصفات تشرحها. أحيانا مثلا على سبيل المثال عشان يفهم وش الفرق بين اللائحة وبين المواصفة، اللائحة تحدد الإطار العام عادة، فتقول يجب أن يخلو المنتج من المواد الثقيلة، المواد السامة الثقيلة. طيب هل هو يخلي خلوه صفر؟ أحيانا عشان يصير المنتج خالي صفر تماما من العناصر الثقيلة مكلف جدا وممكن غير قابل للتصنيع، لكن المواصفات على مستوى العالم تحدد الحدود المسموح بها، فاللائحة تقول يجب أن يكون المنتج خالي من المواد الضارة والمعادن الثقيلة. تجي المواصفة تقول ترى أن الرصاص مسموح به 1 من 10,000، الكادميوم مثلا مسموح به كذا، فالمواصفة تشرح اللائحة، اللائحة إلزامية والمواصفة اختيارية، وتطور المواصفة وفقا لتقدم التكنولوجي وتطور التطور الصناعي على مستوى المجتمع. طيب إذا في فرق في المطابقة أو قصور فيها ينزل السوق ولا لا وهو سليم؟ هو سليم يدخل عادة، يدخل في السوق لأنه آمن وآمن للاستخدام وسليم. إذا كان المخالفات اللي هي المطابقة مثلا عدم وجود بلد المنشأ، عدم وجود مثلا بعض البيانات، يطلب من التاجر أن يصححها بدلا من قتله، يعني بما معنى الكلمة أن نقول أنك خلاص طلع السوق، طلع المنتج من السوق، اجر العملية التصحيحية أو اطلع من السوق. هذا أفضل ولا أسوأ للسوق؟ أفضل للسوق، أفضل للسوق من ناحية أنه يكون محفز للاستثمار، محفز للتجارة، وهذا هو هدفنا. هدفنا أنه مو بكل شيء يكون 100%، دائما يكون فيه بعض المرونة تدعو أن العملية الاستهلاكية تكون موجودة، توافرية السلع موجودة، التنافسية بطريقة عادلة موجودة، هذا هو هدف النظام. طيب بس ممكن مهندس أي واحد مع هذا الحديث يجيك يقول لك طيب أنتم ضمنتم أريحية السوق، جيتوا علي أنا يا المستهلك، يعني أنا وش ذنبي أنه يكون فيه موجود منتج سليم بس غير مطابق؟ لابد ان غير مطابق ما هو معناه انه يضرني او انه يؤثر علي او انه اصير خسران من ناحيه شرائه، لا، مثلا عدم وجود رقم الطراز هذا ما يضر المستهلك ولا يؤثر على السلعه ولا يؤثر على جودتها ولا يؤثر على، لكن يعتبر غير مطابق للمواصفات لان عدم وجود رقم الطراز. لكن التاكيد اللي نحطه عنوان مضيء اليوم في هذا الحوار انه كل المنتجات اللي في السوق واللي ستاتي الى السوق تحت هذا النظام سليمه وامنه. نعم.
كلها سليمة، والدليل أن بحمد الله منذ إطلاق المبادرة، وهذا اللي كنا ودنا أن نأخذه بتفصيل، لأن النظام هو جزء من مبادرة سلامة المنتجات اللي هي أحد مبادرات الرؤية والتي اعتمدت في برنامج التحول الوطني 2020 وما زالت مستمرة لأهميتها. مؤشر المطابقة بحمد الله انطلق وفقا لهذه المنظومة، انطلق من 2016، وكان مؤشر الأداء لهذه المبادرة ونجاحها أن يصل إلى 85% بنهاية 2020. سنة الأساس كان نسبة السلامة في المنتجات على مستوى السوق السعودي 58%، 57.7%. الآن في 2020 حققنا 80. في 2023 وصلنا إلى 83.18%. هذا دليل أن باقي بقية عناصر المنظومة أو مبادرة سلامة المنتجات بدأت تؤدي ثمارها وتأثيرها الإيجابي في السوق. من العناصر الأساسية اللي هو العنصر الأول اللي هو تعديل البنية التشريعية لمنظومة سلامة المنتجات، واللي تم تتويجها بإصدار النظامين. العنصر الثاني هو بناء اللوائح الفنية، فأنا بدأنا بإطلاق اللوائح الفنية استباق لهذا النظام، ولأن باني المبادرة كان يعلم أن النظام سلامة المنتجات سيفرض أن يوجد لوائح فنية وفقا لمنهجية محددة، فأطلقنا حوالي 55 لائحة فنية من 2016 إلى الآن استباقا للنظام. النظام سيعززها وسيعطيها بما معناه، يعني إذا لم يخني التعبير، أسنان للضبط والتنفيذ. المنظومة الأخرى، من اللي يعطينا إثبات أن هذا المنتج مطابق أو هذا المنتج سليم؟ اللي هي جهات تقويم المطابقة، اللي هي جهات إصدار الشهادات، جهات الاختبار، جهات التفتيش. هذه العنصر الثالث هي منظومة الرقابة وتحقيق الكفاءة في هذه الجهات، اللي هي منظومة التعيين التي صدرت بحمد الله. الآن وصلنا إلى 600 جهة تقويم مطابقة، وكنا قبل ما في إلا 3 جهات اللي معترف بها. جميل. الآن فوق 600، هذا دليل أن نشاط المطابقة على مستوى المملكة بدأ يكون نشاط جاذب للاستثمار فيه، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. المنظومة الرابعة اللي هي منظومة تتبع المنتجات، أنا عشان أضمن أن هذا المنتج منه اللي جابه، منه اللي حطه على الرف قدام المسالك، سعود ولا مفرح ولا منه التاجر اللي حطه، هذه لازم في تتبع المنتج من طلع من بلد المنشأ أو طلع من المصنع المحلي إلين وصل للرف. هذه منظومة وهي سابر، يمكن تكلمنا عن سابر كثيرا في هذا المجال، ويتعتبر منظومة سابر هي منظومة على مستوى العالم يسترشد بها. حتى يعني لا أخفيك سرا أن الاتحاد الأوروبي بدأ يتحدث عن أهمية تطبيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي في مثلها، تأثرا بالتجربة السعودية. أن نفتخر، وهذا فخر على جميع المستويات في المملكة وليس على مستوى المواصفات، أن أصبحنا لا نأخذ التجارب الدولية، بدأنا أن نعطي التجربة الدولية السليمة والتي تحقق نعطي ونصدر. نعم صحيح. حديث ملهم جدا، سمح لي أخذ فاصل ونكمل. لغة الأرقام من أجمل ما يمكن أن يتم الحديث فيه. قبل الفاصل رددوا هذه الجملة 1000 مرة، أصبحنا لا نأخذ فقط الأنظمة ونطبقها، بل نصدرها ونصدرها ويقتدى بها في الاتحاد الأوروبي وفي غيره. بعد الفاصل مكملين. حياكم الله مجددا في أهلا، ضيفي المهندس سعود العسكر، نائب محافظ المواصفات السعودية للمطابقة والعمليات. أرحب فيك مجددا مع المهندس. بعد كل الحديث عن الأرقام والأنظمة واللوائح، في عندي سؤالين أخيرين مهمين. الأول، اليوم لما نشوف النظام واللي صدر، في كثير جهات تتعامل معكم، كيف ستدار المنظومة؟ كيف سيكون التعاون بينكم بين بقية الجهات؟ هل تسمح لي أكمل عناصر المنظومة ثم أرجع للنظام؟ أن وقفنا على منظومة التتبع، هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع، كيف أتأكد أن النظام واللائحة الفنية أدت ثمارها ورفعت مستوى السلامة في السوق السعودي؟ أطلقنا منظومة ونعتبر نقتدى بها على مستوى العالم، هي منظومة مؤشر المطابقة. لا يوجد في العالم شيء اسمه مؤشر المطابقة إلا في المملكة العربية السعودية، وبدأ يطبق على في بعض الجهات.
مؤشر المطابقة هو ليس الرقابة على السوق، هو عبارة عن عشان تصير أسهل هي إكس راي للسوق. إن عندنا بعض ليس مهندسين، بعض الموظفين اللي ما عندهم الخبرة الفنية، نعطيهم أنهم يروحون يشترون سلة من المنتجات التي يستخدمها المستهلك، سلة من المنتجات التي تؤثر على السلامة والصحة. نروح عندنا لجان فنية تختار المنتجات المؤثرة على الصحة والسلامة، تختار ما هي الماركات اللي موجودة في السوق بناء على المنتج، ونقول للموظفين روحوا اشتروا. اشترينا من 40 مدينة، وليس بمجرد المدن الرئيسية، 40 مدينة وقرية وهجرة، جميع أنواع الأسواق، سواء المولات، الأسواق العادية، المحلات اللي في الشوارع. بدأنا في 2016 بشراء 10,000 عينة، الآن وجدنا نضج في السوق، فبدأنا نشتري 4,000 عينة، نشتريها شراء، نوزعها على مختبرات القطاع الخاص، ونستقبل الاختبارات، ونشوف مدى سلامة المنتج، ونشوف هل اللائحة أثرت في رفع مستوى السلامة ولا لا. في 2019 نجد في بعض المنتجات اللي القطاعات اللي نضجت ونعتبرها نضجت بشكل جيد، النسيج كان في بداية 2016 حوالي بس 60% المطابق أو السليم، الآن فوق 95% بناء على تأثير اللوائح الفنية. التشييد والبناء كان 37%، الآن وصلنا إلى 76%، هذا كله بتأثير اللوائح الفنية وتكامل القطاعات وحوكمة المنظومة من خلال لجنة توجيه سلامة المنتجات. والآن وفقا للنظام ستطلق اللجنة سلامة المنتجات ومراقبتها في أن نكون محوكمين متجهين تماما للمنتج المحدد، وليس وزارة التجارة لديها منتج ووزارة الصناعة لديها منتج آخر. والله كلام مهم وتشكرون عليه. الله شكرا لك مهندس، شكرا لحضورك معنا، ونطلع أنه نشوفك في لقاءات قادمة. الله يرضى عنك. الله حيك. شكرا للمهندس سعود العسكر، أعتقد أنه واحد من الحوارات المهمة واللي لازم يعاد لها أكثر من مرة، وفخورين بكل هذه الخطوات اللي قدمت. أشوفكم بكرة فمان الله.